بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاكستراكشن اوف ميتالز. عندكم الاكستراكشن ان يور سيلابس، عندكم الاكستراكشن اوف ايرون، اكستراكشن اوف ايرون واكستراكشن اوف الومنيوم واكستراكشن اوف زنك. هم دول الثلاثه اللي احنا المفروض ان شاء الله تدي نعرفه. هنبدا بنمبر 1 اللي هو اكستراكشن اوف ايرون. يا ريت تركزوا معايا. في الاكستراكشن اوف ايرون لازم نعرف في البدايه الاور اوف ايرون. يعني ايه اور اوف ايرون؟ يعني الخامه بتاعه الايرون هي عباره عن ايه؟ الايرون ان ذا نيتشر موجود على هيئه ايه؟ موجود على هيئه المنيوم اوكسايد، يعني Ag2O3، وده اسمه هيماتايت. يبقى الاور اوف ايرون اسمه ايه؟ اسمه هيماتايت. اذا بدانا بالاكستراكشن بنعمله اكستراكشن باي بلاست فيرنس. الجهاز اللي انتم شايفينه ده اسمه بلاست فيرنس. ايه بيحصل فيه؟ من فوق من هنا بنضيف ثلاث حاجات. بنضيف الهيماتايت اللي هو Fe2O3. يس. Could you please share the screen? نعم. Could you please reshare the screen? طيب اوكي. Screen now? Yes, it's clear. اوكي. اللي احنا شايفينه ده اسمه ايه؟ اسمه بلاست فيرنس. بنضيف من فوق هنا، بنضيف ايه؟ بنضيف 3 components. بنضيف Fe2O3 هيماتايت، وبنضيف الكربون، وبنضيف الكالسيوم كربونيت. And we will discuss the rule of each one. تمام؟ طيب من تحت هنا احنا بندخل ايه؟ بندخل هوت اير. هوت اير. فانا وبضيف من فوق بضيف الثلاثة دول مع بعض، فيهم كربون صح؟ الكربون لما ينزل هنا يقابل الهوت اير يعمل رياكشن. يبقى اول رياكشن ان الكربون اللي نازل يعمل رياكشن مع الـ O2 علشان يكون CO2 كربون دايوكسيد. اوكي؟ دي نمبر 1. يبقى هنا تكون كربون ايه؟ تكون ايه اللي هنا؟ كربون مين؟ كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد هو وقاعد في المكان ده. اوكي؟ انا لسه بعمل ادنج للكربون من فوق، في يعني في كربون ثاني نازل لسه. الكربون ما خلصش. فبعمل كده ادنج الكربون مع الكربون دايوكسيد اللي اتكون اصلا، فيدينا مين؟ كربون مونوكسيد 2CO. اوكي؟ يبقى تاني ايه بيحصل؟ احنا بنضيف الميكتشر ده اللي هو فيه كربون. الكربون لما ينزل يقابل الاكسجين رياكت تو فورم كربون دايوكسيد. طيب انا لسه بعمل ادنج، يعني في كربون نازل، اهو الكربون نازل. React with CO2 ويكون 2CO، يكون كربون مونو اوكسايد. كربون مونو مين؟ مونو اوكسايد. اوكي كده واضح؟ واضح؟ طيب لما تكون الكربون مونو اوكسايد هيعمل ايه؟ الكربون مونو اوكسايد هو اللي هيديني الايرون. يعني ازاي؟ ادي الهيماتايت اللي هو ايرون اور Fe2O3 يعمل رياكشن مع الكربون مونوكسيد اللي اتكون مع ثلاثه منه، ناخد 3CO يدينا 2Fe اهو الايرون خدناه بلس 3CO2 اوكي وكده احنا خدنا الايرون بس كده. سامعيني يا ليلى؟ ايوه يا ليلى اتفضلي. اوكي يعني هو دلوقتي احنا لما نحط كربون هو انا عندي يعني تي او 2 هيكون عندي كربون مونوكسيد. اه بالظبط. طب لو حطيت الكربون مونوكسيد ده اكسجين هيرجع تاني سي او 2؟ هيرجع تاني سي او 2 بالظبط. اوكي يعني لما احط كربون كتير هيكون كربون مونوكسيد. بالظبط.
والكربون مونوكسيد هو اللي بيساعدني اني اعمل اكستراكشن للايرون فروم ايرون اور، بيساعدني ان اخد الايرون من الايرون اوكسايد. يبقى سمعيني كده من الاول ايه بيحصل كده. اوكي ذا هوت اير از the hot air is going upward from inside, from downward, and we're putting from upward the carbon. So when they react together, they give the product of carbon dioxide, CO2. And then when we put more carbon, the product will be carbon monoxide. Yes, وبعدين the carbon monoxide يعمل ايه؟ الكربون مونوكسيد بيعمل ايه يا احمد؟ الكربون مونوكسيد بيعمل ايه؟ بيكون ايرون. ازاي؟ لما بيندمج مع الحديد بيكون مع الايرون بلس اكسجين بيساوي ايرون. الكربون مونوكسيد يعمل رياكشن مع الهيماتايت ويدينا الايرون اهو، يدينا الايرون. كده احنا اخذنا الايرون. نعم؟ Can I ask another question? Yes, of course. You've wrote C plus CO2 2CO, so monoxide, and you've wrote the monoxide in the second equation 3CO. Why? Yes. Why to yeah, عشان نخلي equation balance equation بس عشان نعملها balance. بس عشان balancing بس. Okay. Okay. Confused from this point. طيب يبقى كده احنا خدنا مين؟ خدنا FE. اهو الكربون استخدمناه والاف اي 2 استخدمناه. في حد ممكن يسالني سؤال؟ طيب في سؤال ممكن تسالوه؟ هو ايه لازمه السي اي سي او سي؟ ليه ما حدش سال السؤال ده؟ ليه ما حدش سال السؤال ده؟ ايه لازمتها؟ مين يعرف ايه لازمتها؟ انا اقول لكم ايه لازمتها. السي اي سي او 3 احيانا احنا وبنجيب الهيماتايت من الصحراء from the desert الايرون اور اللي هو الايرون اوكسايد اللي هو Fe2O3 بيكون معمول له ميكس مع ساند مع شويه رمله. فهل ينفع الحديد الايرون يكون معاه ساند يكون معاه رمله؟ هل ينفع؟ لا no. ما ينفعش طبعا، دي مشكله كبيره لان الساند ده يعتبر impurities. فايه اللي بيحصل؟ ان الكالسيوم كربونيت طبعا هنا التمبريتشر يا ليلى هاي ولا لو انسايد ذا بلاست فيرنس، ايه رايك؟ اي جس هاي تمبريتشر. يس هاي تمبريتشر. فالكالسيوم كربونيت يحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن، بنسميها ايه؟ ثيرمال ديكومبوزيشن يعني تفكك حراري. يبقى يحصل ايه؟ ثيرمال ديكومبوزيشن تفكك حراري، يعني الكربون الكالسيوم كربونيت يتفكك الى كالسيوم اوكسايد بلس السي او 2. طب وبعدين انا استفدت ايه؟ شايفين الكالسيوم اوكسايد ده؟ شايفينه ده؟ هو ده اللي هيخلصني من الساند، لان الساند اس اي او 2 هو ده الساند، يعمل رياكشن مع الكالسيوم اوكسايد ويدينا سي اي SiO3. ده اسمه سلاج. اسمه ايه؟ سلاج. اهو اسمه سلاج. يبقى تاني الكالسيوم كربونيت لازمته ايه؟ الكالسيوم كربونيت بيتفكك بالحراره بيدينا كالسيوم اوكسايد اند كربون دايوكسيد. الكالسيوم اوكسايد رياكت وذ ساند اللي هو SiO2 to form calcium silicate. calcium silicate اللي هو السلاك. يبقى كده احنا تخلصنا من مين؟ تخلصنا من السيليكون اوكسايد اللي هو الساند اللي هو الرمله. السلاك او الكالسيوم سيليكيت طبعا ده ليه استخدامات كثيره، ان احنا بنستخدمه ان رود بيلدينج. ان رود بيلدينج. يبقى هنا احنا خدنا الايرون وهنا تخلصنا من الساند. طيب in this reaction which one is oxidation؟ مين فيهم reaction with oxygen؟ مين فيهم reaction with oxygen؟ oxidation reaction. The first one. This is oxidation reaction.
طيب which one is a thermal decomposition reaction? Which one is a thermal decomposition reaction? What does it mean? The compound decompose, بيتفكك. هو ده. CaCO3 decompose to form CaO and CO2. طب which one is acid-base reaction? Acid-base reaction, the last one. Why? Because this is calcium oxide, metal oxide, يعني base. الميتال اوكسايد احنا عارفين ان هو ايه؟ بيز، يبقى ده بيز. والسيليكون اوكسايد ده اسيدك عشان ده نون ميتال. يبقى this is باسمه ايه؟ اسيد بيز ريأكشن. اسيد بيز ريأكشن. Is it clear? Reactions؟ واضحة reactions؟ غير لازم احفظ الايكويشن دي؟ طبعا. اوكي تمام. طيب احمد. يا احمد. ايوه دكتور. خليك معايا يا احمد، ما تروحش بعيد. خليك معايا. معاك. تعال نشوف الفيديو ده هيوضح extraction of iron ونشوف blast furnace. Concentration of the ore called as concentration of the ore. اهو شايفين البلاست فيرنس؟ This is the blast furnace. طبعا تحت خالص انا بدخل اكسجين هوت اير وبضيف من فوق مين؟ شايفين العربيات اللي بتنزل تحت دي؟ بتنزل ايه دي؟ بتنزل 3 كومبوننت اللي هم مين؟ بتنزل مين يا ليلى؟ بتنزل Fe2O3 وبتنزل كربون وبتنزل كالسيوم كربونات. بترميهم في البلاست فيرنس. يلا نكمل. دكتور. يس. طب ايه فائده العمليه دي كلها؟ عايزين نكون ايه في الاخر؟ عايزين ناخد الايرون يا احمد، عايزين نعمل اكستراكشن للايرون. حديد. الحديد. The iron ore is converted to iron in a blast furnace. This is made of steel in which the inner side is covered using bricks. The mixture of concentrated ore, coke, and limestone are added from the top into the blast furnace. A powerful current of hot air is blown from the bottom simultaneously. During the flow of hot air from bottom to top, coke combines with oxygen in the air. Coke, طبعا هو الكربون. Coke هو الكربون. To form carbon monoxide. 2C on reaction with O2 forms 2CO. Due to this reaction, large amount of heat is released and thus the temperature of blast furnace increases to 2000 degrees Celsius. Carbon monoxide formed in the furnace reduces the ore. Fe2O3 on reaction with 3CO forms 2Fe and 3CO2. At high temperature, calcium carbonate decomposes to form calcium oxide. اهو شايفين اهو calcium carbonate بيحصل له thermal decomposition at high temperature to form calcium oxide. Calcium oxide which help us هتساعدنا ان احنا نعمل remove the sand. And carbon dioxide. CaCO3 forms CaO and CO2. Then impurities silicon dioxide in the ore reacts with calcium oxide and form calcium silicate, which is known as slag. Flux on reaction with Ganch forms slag. CaO on reaction with SiO2 forms CaSiO3. The iron obtained directly from blast furnace is called as pig iron. It contains carbon, sulfur, phosphorus, manganese, silicon, etc. in very small quantities. Okay, يبقى هو ده البلاست فيرنس اللي انتوا شفتوه. Forms 2Fe and 3CO2. At high temperature, the mixture of concentrated ore.
The mixture of concentrated ore, coke and limestone are added from the top into the blast furnace. A powerful current of hot air is blown from the bottom simultaneously. During the flow of hot air from bottom to top, coke combines with oxygen in the air to form carbon monoxide. 2C on reaction with O2 forms 2CO. Due to this reaction, large amount of heat is released and thus the temperature of blast furnace increases to 2000 degrees Celsius. Carbon monoxide formed in the furnace reduces the ore. Fe2O3 on reaction with 3CO forms 2Fe and 3CO2. At high temperature, calcium carbonate decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. CaCO3 forms CaO and CO2. Then, impurities silicon dioxide in the ore reacts with calcium oxide and form calcium silicate. شايفين الكالسيوم سيليكيت اللي هو الزاج اهو متكون هنا. يبقى يتكون فوق ده مين؟ What is this? يتكون هنا ده هو الزاج اهو ده الزاج. Okay. واللي تحت ده هو الايرون ده مولتن ايرون. طيب ايه فايده السلاج؟ شايفين انتوا السلاج اتكون ابف الايرون اهو يعني مغطي الايرون. طبعا دي بينفع الايرون انه بريفنت ايرون فروم اوكسيديشن. يعني تخيل معايا انه ما فيش هنا سلاج، ذير از نو سلاج، واحنا بندخل اكسجين من هنا. ما هو الايرون كان هيعمل رياكشن مع الاكسجين ويرجع تاني الى ايرون اوكسايد Fe2O3. يبقى احنا عملنا ايه؟ Nothing. يبقى السلاج بينفعنا انه بيعمل ايه؟ Prevent oxidation of iron. بيمنع الاكسديشن of iron. يبقى الرياكشنز يا ليلى عشان كنت بتسالي على حفظهم، بصي اعملهم كده اهو. Number one، الكربون ينزل يعمل رياكشن مع O2 يكون CO2. Number two، كربون لسه بينزل رياكشن مع CO2 برضه يتكون يدينا 2CO. بعدين انا لسه بضيف من فوق الهيماتايت Fe2O3 يعمل رياكشن مع 3CO علشان يكون 2Fe. اهو خدنا الايرون بلس 3CO2. احنا كده خدنا مين؟ خدنا الايرون اهو. ولكن في مشكلة عندنا اللي هي مين؟ اللي هي مين المشكلة؟ مين عارف؟ إنه في إيه؟ ساند. يس إنه في ساند، الساند دي عاملة لنا مشكلة كبيرة. عايزين نعمل ريموف ذا ساند اللي هو الإمبيوريتيز. هنا بيجي دور الكالسيوم كربونيت إنها يحصلها ثيرمال ديكومبوزيشن تدينا كالسيوم أوكسايد. كالسيوم اوكسايد بلس CO2. الكالسيوم اوكسايد بيدخل على الرمله اللي هي SiO2 يحولها الى كالسيوم سيليكيت CaSiO3 اللي اسمها سلاج. بس كده يبقى احنا هنا خدنا الايرون، هنا اهو خدنا الايرون، هنا اهو خدنا الايرون اهو، وهنا اهو اتخلصنا من الساند وتخلصنا من الامبيوريتيز. الرياكشن اللي حصل هنا لما الكالسيوم كربونيت اتفكك اسمه ثيرمال ديكومبوزيشن، انما الرياكشن اللي حصل هنا ده اسمه اسيد بيز رياكشن، لان السيليكون اوكسايد نون ميتال اوكسايد اسيدك، الكالسيوم اوكسايد ده ميتال اوكسايد يعني بيزك، يبقى اسيد بيز رياكشن. الرياكشن اللي حصل هنا مع الاكسجين اسمه اوكسيديشن رياكشن. طبعا الرياكشن ده بيكون اكزوثيرميك، لما يعمل رياكشن مع الاكسجين تو فورم كربون دايوكسيد ده اكزوثيرميك. ولذلك شايفين التمبريتشر كام؟ 2000 درجه سيليزيوس. 2000 درجه سيليزيوس.
يبقى هو ده الاكستراكشن اوف مين. ايوه علي الدين يس يو ار ويلكم يس جود ايفنينج. ايوه هو ده ديجري سيلسيوس هو ده الاكستراكشن extraction of iron يبقى ده extraction of mean of the iron. اوكي بعد extraction of iron عندنا extraction of mean. ها مين فاكر مين بعد الايرون؟ الالومنيوم. الالومنيوم بالضبط. نيجي الالومنيوم اهو طبعا لازم نعرف الاور اوف الالومنيوم الخامه بتاعت الالومنيوم دي عباره عن ايه. احنا عرفنا ان الاور اوف ايرون اسمه هيماتايت هو Fe2O3 انما الاور اوف الالومنيوم اسمه بوكسايت. اسمه ايه مستر؟ اسمه بوكسايت هو Al2O3. طبعا البوكسايت ده علشان نعمله اكستراكشن نعمل اكستراكشن للالومنيوم منه بنعمله باستخدام الكتروليسيس. يبقى هنا باي مين؟ باي الكتروليسيس. بتواجهنا مشكله كبيره انه الالومنيوم اوكسايد ده علشان يدوبه محتاج 2000 ديجري سيلسيوس عشان ندوبه ونعمل له اكستراكشن. احنا عارفين انه علشان نعمل الكتروليسيس لازم الكومباوند يا اما يكون مولتن يا اما يكون اكويس. اكويس هنا مش هينفع يبقى احنا لازم ندوب الالومنيوم اوكسايد. طيب علشان حضرتك تعمل له ميلتنج انت محتاج 2000 ديجري سيلسيوس محتاج 2000 درجه مئويه ودي very very high temperature دي درجة كبيرة خالص. طب ايه الحل؟ دكتور لو سمحت الجزء اللي فات تاني. الأور أوف ألومنيوم اسمه ايه يا أحمد؟ بوكسايد. بوكسايد. البوكسايد ده علشان يدوب محتاج 2000 degree Celsius. عشان حضرتك تدوبه محتاج 2000 degree Celsius. ودي تعتبر هاي temperature. بنعمل ايه يا ابو حميد؟ نعمل ايه يا علي؟ نعمل ايه يا ليلى؟ بنروح ندوب البوكسايد ده ندوبه في ماده اسمها كرايولايت. اسمها كرايولايت. طب ايه السبب؟ علشان ايه؟ لان الكرايولايت ده بيعمل ديكريز الميلتنج بوينت بينقص الميلتنج بوينت اوف بوكسايد فروم 2000 تو 950 ديجري سيلسيوس. يبقى تاني الالومنيوم اوكسايد ده بنعمله ايه؟ بندوبه في ماده اسمها كرايولايت. طيب واي ليه؟ عشان ايه ليه بندوبه في كرايولايت؟ To decrease the melting point من كام لكام؟ From 2000 to 950. برافو عليك. طيب الالومنيوم اوكسايد ده بنعمل ايه؟ بنعمل الابارتس اللي انتم شايفينها دي. شايفين بنحطه كده في تانك. التانك ده الوول اوف تانك بيبقى نيجاتيف يعني كاثود. فاكرين اهو كاثود اهو ده كاثود اند بلوكس اوف كاربن اهو ده كاربن وده بلوك اوف كاربن وبلوك اوف كاربن اكت از انود از مين انود. يبقى عندي كاثود اهو والانود اهو. طيب انا هسالكم سؤال لما الالومنيوم اوكسايد يتفكك يدوب هيدينا الومنيوم بوزيتيف. It will form aluminium بس بوزيتيف. يعني Al بوزيتيف 3. اهو الومنيوم وبوزيتيف 3. وهيدينا اكسجين ونيجاتيف 2. ايه رايكم علي الدين؟ الالومنيوم البوزيتيف 3 ده attracted to cathode or attracted to anode؟
الدين. Yes, Mister. الألمنيوم. الألمنيوم. البوزيتيف ألمنيوم. Attracted to cathode or attracted to anode. لا كاثود. Yes. عشان هو بوزيتيف هيروح عند الكاثود. يبقى الرياكشن اللي عند الكاثود هيبقى ازاي؟ يبقى كده اهو. بنكتب at cathode. ايه بيحصل عند الكاثود يا مستر؟ والله حضرتك اللي بيحصل انه في ألمنيوم. في ألمنيوم. بوزيتيف 3 جين هاو ميني الكترون يا علي الدين؟ هاو ميني الكترون؟ مستر كان يو هير مي؟ يس يس اي سيد 3 اي دونت ثينك يو هير مي 3 اوكي 3 يتكون الى ألمنيوم اهو خدنا الألمنيوم طيب الألمنيوم البوزيتيف اتراكتد تو كاثود النيجاتيف طيب يا احمد الأكسجين attracted to مين؟ Anode. صح. بس الأكسجين أنا أروح آخد منه كده. هاخد منه 6 أكسجين. أهو هاخد منه 6. هاخد 6 O minus 2. It will form 3O2 plus 12 electron plus mean 12 electron okay يبقى هنا تكون الألمنيوم عند الكاثود وتكون الأكسجين عند الأنود طب حد بروح الشيء حد أي كومنت Any comment؟ مستر أنا ممكن أسأل سؤال؟ يس يا تفضلي. هو إحنا ليه كتبنا 6 قبل الأكسجين؟ ليه كتبنا 6؟ لأن الأكسجين لما بيطلع أز غاز بيكون على هيئة O2. فعلشان يبقى بالانس، أنت هنا في 3 صح؟ وهنا في 2. 3 ملتبلاي باي 2 3 ملتبلاي باي 2 6 وهي 6 عشان بس عشان الإيكويجن تكون بالانس. اوكي عشان الايكويشن تكون بالانس ايكويشن طيب في هنا مشكله كبيره عارفين ايه ان الانود يا علي الدين عباره عن ايه ايه يا علي الدين مثلا كان يربيت الانود ميد اب اوف وات اهو كربون كربون والكربون يتكون عنده ايه يتكون ايه عند الانود اكسجين طب هل الكربون يسكت؟ كربون وعنده اكسجين، هل يسكت؟ ما يسكتش. يروح يعمل رياكشن مع الاكسجين ويكون كربون دايوكسيد. اوكي؟ يبقى في اكسجين formed at anode، بس الانود هو كربون. الانود كربون. فالكربون react with oxygen to form carbon dioxide. يعني البلوكس اللي حضراتكم شايفينها دي بعد شويه بتتاكل بيحصل لها شرينكينج علشان كده وي نيد تو ريبليس ات عايزين نغيرها من وقت للتاني واي ليه؟ لان البلوكس دي بتعمل رياكشن مع الاكسجين تو فورم كربون دايوكسيد فبتتاكل يبقى خلاصه الاكستراكشن اوف الومنيوم نمبر 1 اور اوف الومنيوم از بوكسايت Ag2O3 الألمنيوم dissolved in cryolite. Why? To decrease the melting point from 2000 to 950. طب الكريولايت مهم في ايه تاني؟ غير انه بيعمل decrease the melting point مهم في انه بي-increase the conductivity. بيزود التوصيل الكهربي هنا. لان البروسيس معتمدة على الالكتروليسيس. فهنا في two reasons للكريولايت. Number one, decrease the melting point from 2000 to 950. Number two, increase the conductivity. طيب اتفكك الألمنيوم أوكسيد. ألمنيوم بوزيتيف يروح عند مين؟ يروح عند الكاثود.
الأكسجين نيجاتيف يروح عند مين؟ يروح عند الأنود. بس الأنود كاربون يعمل رياكشن مع الأكسجين تو فورم كاربون دايوكسيد. أوكي؟ ده الإكستراكشن أوف ألومنيوم. تعال نشوف إحنا الإكستراكشن أوف ألومنيوم. فيديو كده بسيط وخفيف وإيه؟ يسليكم شوية الفيديو. المترجم كمان هو يلا. السكرين واضحة؟ واضحة يا ليلى؟ أحمد علي الدين؟ كيف؟ واضح يا دكتور. طيب أوكي. واضح مستر. يلا بينا. You should already know how electrolysis works. If you have forgotten, watch our video Electrolysis. How does it work to refresh your memory? In electrolysis, ions need to pass through the electrolyte, and so the aluminium oxide must be made molten so that this can happen. اهو شايفين الالومنيوم اوكسايد ادي بلوكس اوف كاربون اهي بوزيتيف الانود وادي الكاثود هو النيجاتيف كمل. Aluminium oxide has a very high melting point, over 2000 degrees Celsius. So instead of trying to melt it, the aluminium oxide is dissolved in molten cryolite. Cryolite is an aluminium compound with a much lower melting point than aluminium oxide, and so using this reduces some of the costs in extracting aluminium. The steel case is coated with graphite, providing the negative cathode. The positive anodes are immersed in the molten cryolite and are also made of graphite. Remember that graphite is a form of carbon. When the battery is turned on and electricity flows, the aluminium from the aluminium oxide in the cryolite forms at the negative cathode and sinks to the bottom of the tank. Here, it can then be tapped off as a pure liquid metal. The aluminium sinks because it is more dense than the aluminium cryolite solution. The oxygen from the aluminium oxide in the cryolite forms at the positive anodes. The oxygen reacts with the carbon of the graphite, forming carbon dioxide. The positive anode therefore burns away and needs replacing regularly. This is another reason for the extraction of the aluminium being so expensive. The overall reaction is aluminium oxide to aluminium plus oxygen. Let's have a quick look at the reactions at the electrodes. At the negative cathode where the aluminium forms, the aluminium ions from the molten aluminium oxide cryolite solution are reduced. This means they gain electrons. At the positive anode, where the oxygen reacts with carbon to make carbon dioxide, the oxygen ions are oxidized. This means they lose electrons. So from this video, you should know that to extract aluminium, electrolysis is used. Okay. Extraction aluminium oxide needs to be molten for the ions to move through it, and so is dissolved in cryolite to lower the melting point. The anode is gradually worn away because the oxygen from the solution reacts with the carbon of the graphite anode, producing carbon dioxide, and so the anode wears away and needs to be replaced regularly. The steel case is cryolite is an aluminium compound in extracting aluminium, providing the negative cathode. The positive anodes are immersed in the molten cryolite and are also made of graphite. Remember that graphite is a form of carbon. When the battery is turned on and electricity flows, the aluminium from the aluminium oxide in the cryolite forms at the negative cathode and sinks to the bottom of the tank. Oh, aluminium يروح عند الكاثود وينزل تحت. خدنا الألومنيوم. Here, it can then be tapped off as a pure liquid metal. The aluminium sinks because it is more dense than the aluminium cryolite solution. The oxygen from the aluminium oxide in the cryolite forms at the positive anodes. The oxygen reacts with the carbon of the graphite. يبقى ايه هي الايكويشنز اللي حصلت هنا؟ at cathode الالومنيوم اللي هو بوزيتيف 3 الالومنيوم اللي هو بوزيتيف 3 gain how many electron? How many electron? 3 electrons. 3 electrons to form aluminium. والاكسجين تكون عند الانود وعمل reaction to form oxygen وعمل reaction ثاني مع الكربون to form carbon dioxide. So that carbon blocks shrink, so that we need to replace carbon blocks from time to another time. Now, my question is, give me two reasons to use a cryolite. Why we need a cryolite? Cryolite, why? For the, give me one of them. Why we need a cryolite, why? It increases the conductivity. Number one, okay, increase. Conductivity. وإيه تاني علي الدين؟ شكراً إليك. It lowers the melting point. From what?
from 2000 to 950 degrees Celsius. Okay, add it to raising the carry light. What is carry light? Mr. نعم لازم نحفظ درجة الحرارة من كام لكام ولا ممكن بس نكتب lowest melting point وهو يستحسن تحفظها من كام لكام تفضل اوكي بعدين يا شباب هنتكلم على ايه يا جماعة هنتكلم على extraction of zinc يبقى احنا اتكلمنا عن extraction of iron وعرفنا ان الور of iron اسمه hematite وعرفنا بعدين الور of aluminium is bauxite وأخيرا عندنا extraction of mean of zinc. Extraction of zinc بيحصل from zinc blend. إيه هو zinc blend يعني is that in this اسمه zinc blend. Okay. Is that in this firstly converted to ZnO. كنا بنشرحها احنا كنت بشرحها انا لزمايلكم دي كانت من سنتين في سؤال اهو زد ان اس ما تكتبش اي نمبر اكتب كده اهو زد ان اس زنك بلين مع الاو 2 will form زد ان او بلس اس او 2 النمبر زي في الاول كنا بنغنيه 2322 اهو 2 واكتب هنا ايه 2322 2322 ادي يا ستي طب وبعدين يا مستر ZnS reacted to oxygen to form zinc oxide and sulfur dioxide طب احنا لسه ما خدناش زنك احنا خدنا زنك اوكسايد ايوه ما هو الزنك اوكسايد هو اللي هيوصلنا لمين هو اللي هيوصلنا للزنك ازاي زي ما شايفين كده الزنك اوكسايد يعمل رياكشن مع الكربون مونوكسايد تو فورم الزنك اخذنا الزنك وبعدين الكربون داي اوكسايد يبقى هنا في تو رياكشنز نمبر 1 ان الزنك سلفايد اللي هو زنك بلند اسمه رياكت وذ اوكسجين تو فورم زنك اوكسايد اند سلفر داي اوكسايد الزنك اوكسايد ده هو يعمل رياكشن مع الكربون مونوكسايد تو فورم زنك اند كربون داي اوكسايد تو رياكشن بس اوكي از اوكي ده الاكستراكشن اوف زنك واضح الزنك يبقى تو رياكشن في الزنك ان اكستراكشن اوف زنك ذير از تو رياكشن اول نشوف فيديو ليه مستر لو احنا بنجيب الزنك سلفايد منين؟ بنجيب الزنك سلفايد منين؟ بنجيبه من الصحراء from the desert. يعني هو اصلا بيكون كده احنا مش بنعمل اي رياكشنز عشان يكون الزنك سلفايد هو بيكون كده يعني. لا في الطبيعه هو موجود زي الهيماتايت كده موجود في الطبيعه في الصحراء. اوكي؟ اوكي. اوكي يلا نسمع كده نشوف الفيديو الزنك سلفايد زنك the principal ore of zinc is zinc blend اوكي يبقى the principal ore of zinc هو اسمه ايه زنك بلند يعني ايه زنك بلند زد ان اس يعني يبقى لازم تكون عارفين الاور كويس خالص الاور اوف زنك هو زنك بلند اهو يلا مره ثانيه Zinc. The principal ore of zinc is zinc blend, ZnS. ZnS is enriched by the froth flotation method. ZnS is converted to ZnO by heating strongly in air. ZnO is then reduced to metallic zinc by heating with coke in a furnace. Zinc is used in alloys such as brass. It is also used to galvanize iron and steel and as electrodes in batteries. Okay. ZnS is enriched by the froth flotation method. ZnS is converted to ZnO by heating strongly in air. By heating strongly with air. How you convert ZnS to ZnO?
by heating strongly دي عليها 1 mark. Heating strongly 1 mark with air or with oxygen دي second mark. ادي extraction بتاع الزنك بتاع الالومنيوم والاكستراكشن of iron with extraction of mean of zinc. واضح كده يا جماعة؟ Is the clear extraction بتاع التلاتة دول؟ هنشوف بعض الكويستشن من الكلاسيفايد باس بيبر ازاي الاكزامينر بيتعامل مع البارتي ده في الـ IGCSE exam. طيب هنبدأ احنا بكويستشن كده وبالكلام ده تبكتين. مستر هنا ممكن اسال سؤال؟ يس اتفضلي. هو في الاكستراكشن اوف الومنيوم لازم الالكترودز تكون ميد اوف كربون؟ اه ايوه لان هو الكربون بيكون يعني كويس في الكوندكتيفيتي وفي نفس الوقت ان رياكتيف يعني. ان رياكتيف. اوكي مستر. ماشي يلا نشوف الكويشن زي ده. يلا 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 اريد ذا كويشن اتفضلي. Describe the reactions involved in this extraction, include your description and equation or aryl reaction and one of for an acid base reaction. Okay, the extraction of iron, طبعا انت ازاي تعرفين ان هو ايرون من الشك شايفه شكل البلاست فيرنس اهو يبقى ده extraction of iron. عايزين منك تعمل description للي بيحصل. فاكره اللي بيحصل ولا نسيتيه؟ يلا ها نمبر 1 ايه كان بيحصل؟ انه ال الايرون اوكسايد والكربون. لا الاول كان الكربون اللي احنا بنرميه من فوق react with mean with the oxygen to form mean the carbon dioxide. برافو to form carbon dioxide. ونكتب الايكويشن اهو C plus O2 will form CO2. لا نمبر 2 carbon dioxide. It reacts with carbon and form carbon monoxide. React with carbon to form carbon monoxide. يعني C plus CO2 يكون عندي 2CO. ماشي. Number 3. The hematite. Hematite. React carbon monoxide. Carbon monoxide to form iron. The equation Fe2O3 plus 3CO. 3CO equals 2Fe plus 3CO2. تمام؟ طيب كده خلصت. يس. Hematite reacts with carbon monoxide to form iron and carbon dioxide. ماشي form iron and carbon dioxide. مشكلة. ها بعدين ايه بيحصل؟ The hematite with carbon monoxide. لا الكربون الكالسيوم كربونيت in thermal decomposition form a calcium oxide and the carbon dioxide. فاكرة لما كان CaCO3 يا أحمد كان بيتفكك إلى CaO plus CO2. ماشي علي الدين. بعدين الكالسيوم أوكسايد رياكت سيليكا هو ساند يعني تو فورم سلاج يعني سي اي او بلس اس اي او 2 يكون سي اي اس اي او 3. اوكي هنا لو كتبت ساند هتكون اكسبتد ولا لازم اكتب سيليكا؟ لا اكسبتد برضه ما هو سيليكا هي الساند بس احنا عايزين هنا ايه في رياكشن an equation for a redox reaction. Redox reaction يعني في reaction مع الأكسجين. عندي equation دي ونكتب هنا إيه؟ في number one نكتب this is redox reaction.
طيب ايه تاني هو عايز؟ redox reaction and one for an acid base reaction. Which one is acid base reaction? مين فيهم acid base reaction? Which one? When the sand reacts with the oxide. Yes, آخر واحد هو the acid base reaction. This is acid, اكتب كده acid base reaction. كده انا هاخد ال 5 out of 5. السؤال ده عليه 5 marks كتير. واضح يا الدين؟ واضح يا احمد؟ اوكي كده اسال. تفضل يس. What is the difference between redox reaction and oxidation reaction? ما هو نفسه هو redox اختصار ايه؟ oxidation reduction reaction بنختصرها في كلمه redox. بنختصرها في كلمه redox هي ده سيمي. اوكي طيب ادي extraction of aluminium. تفضل يا علي الدين. تفضل يا فندم. انت كنت حاضر فيه طبعا. تفضل. Aluminium is extracted by the electrolysis of a molten mixture of alumina, which is aluminium oxide and cryolite. Alumina is obtained from the main of aluminium. Name this ore. Bauxite. Name this ore. اسمه ايه الاور؟ الاور ده اسمه بوكسايت. شايفين؟ يبقى انا لازم اعرف الاور. اعرف ان الاور of iron is hematite. Ore of aluminium is bauxite. Ore of zinc is zinc blende. يلا يا ابو حميد جهز نفسك يا سيد احمد. وين يور مايك كده وتفضل. يلا نمبر 2. Why it is necessary to use a mixture aluminium and cryolite rather than just aluminium. يعني ليه بتستخدم الكريولايت؟ ليه؟ تو ماركس خلي بالك. To decrease الهيت ايوه الميلتنج بوينت from كام؟ to 952. برافو يا احمد. طيب نمبر 2 عشان ايه؟ to attract with the cathode. لا مين فاكر؟ قلنا في تو ريزن. To increase conductivity. بالظبط يبقى to increase conductivity. Increase conductivity. Okay. طيب يلا يلا يلا. Read number 3. تفضل يا فندم. Copper can be extracted by electrolysis from an aqueous solution. Suggest why the electrolysis of an aqueous solution cannot be used to extract the aluminium. في الاكستراكشن اوف الومنيوم ما ينفعش الالومنيوم ادوبه في ميه. ليه؟ واستخدمه واعمل الكتروسيس لازم كريولايت. مين عارف ليه؟ لان الالومنيوم هيرياكت وذ ووتر. لا هو نوت رياكت وذ ووتر. يعني شوفي حضرتك انت عايز الالومنيوم صح؟ طيب لو انت عملت الكتروسيس بالشكل ده وهنا عندك الكاثود اللي هو نيجاتيف وهنا عندك الانود اللي هو بوزيتيف. اوكي؟ وانت عندك الالومنيوم دوبتيه في الميه، اوكي ده هيدينا الومنيوم بوزيتيف. تمام؟ اهو الومنيوم بوزيتيف وهيدينا الاكسجين النيجاتيف. وما دام ده في الميه يبقى انا عندي ايونز اوف ووتر، فاكرينها مين كانت؟ مين الايونز اوف ووتر؟ نسيتوا الكتروليسيز؟ اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف. او اتش نيجاتيف. مين اللي هيروح عندي كاثود هنا؟ The aluminium and the hydrogen. ايوه مين اللي هيتكون عند الكاثود يعني؟ الالومنيوم او الهيدروجين؟ هيدروجين. يس لان الهيدروجين از ليس رياكتيف. بس يبقى انا ما اخدتش الالومنيوم كده. يبقى انا لو استخدمت اكويس سوليوشن مش هيتكون الومنيوم، هيتكون مين؟ هيتكون هيدروجين لان الهيدروجين از ليس رياكتيف ذان الالومنيوم. اوكي؟ يبقى ما ينفعش هنا استخدم اكويس سوليوشن. يبقى تو ماركس يبقى اكتب كده ان الهيدروجين از ليس رياكتيف ذان هيدروجين از ليس رياكتيف ذان الومنيوم. وان مارك. سو هيدروجين ويل فورم ات كاثود.
يبقى كده هيتكون الهيدروجين نوت الومنيوم، انما انا عايز الومنيوم. اوكي كده واضح؟ لو حد معاه اي سؤال اتفضل يسال، ما حدش يسكت لو سمحت. كلير؟ It's clear مستر. طيب اوكي، يبقى هنا ما ينفعش اني so that I use cryolite، علشان كده انا استخدمت cryolite. لان لو استخدمت ووتر العمليه هتخرب معايا تبوظ معايا. ماشي. اتفضل يا اريدي. The ions which are involved in the electrolysis are Al3 plus and O2 minus. The products of this electrolysis are given on the diagram. Explain how they are formed. Use equations where appropriate. يعني عملنا explanation للequation أو reactions اللي بتحصل في extraction of aluminium. يلا إيه بيحصل؟ الأكسجين بيعمل react مع الأنود and it forms carbon dioxide. طب واحدة واحدة بس، خلينا عندي كاثود. مين attracted to cathode؟ نكتب كده هنا number one. Aluminium ions attract to cathode. مش كده برضه ولا ايه؟ صح ولا لا؟ يس مس. يلا يلا اديني الايكويشن اهو. ايه اللي بوزيتيف 3؟ اكتب ايه علي الدين؟ Al3 plus. ايوه برافو اهو. Al3 plus plus 3 electrons. Yes. تكون مين؟ الالمين. ادي يا مستر تكون الالمين. ده عندي كاثود. طيب كمل علي الدين. مين حيروح عندك انود؟ الاكسجين. يبقى اكسجين ايونز اتراكت تو انود. يلا فاكر الايكويشن؟ كان O2 minus. كان 6O minus 2 اهو. كنا بناخد 6 منها 6O ودي minus 2 كانت بتدينا 3O2 plus 12 electron. طيب مستر وانت ما ينفعش بس او is it the same thing؟ نعم؟ Is it the same thing as مثلا 2 O2 minus. اديني ماشي ماشي 2 O2 minus ثواني بس اكتبها. انت عايز تكتب ايه؟ 2 و O minus 2. ايوه اتفضل. Gives you O2 and 4 electrons. صحيح صحيح تدينا O2 plus 4 electrons. بالانس ما دام بالانس اكيد تبقى صح طبعا. برضه صح. كوريكت يعني دي كوريكت ودي كوريكت هما الاثنين صح. طيب ايه بيحصل ثاني عند الانود علي الدين؟ كمل السؤال بتاعك. ايه بيحصل ثاني عند الانود؟ انا مش فاكر قوي هم دول بس كنت عايز اقولهم انا. طب انا هسالك سؤال، هو الانود عباره عن ايه؟ عباره عن كاربن صح؟ يس مستر. يبقى الكاربن react with the oxygen اللي يتكون عنده ويكون كاربون دايوكسيد بس كده. كربون دايوكسيد صح. I forgot ان ان الانود كربون. بس كده. وطبعا we need to replace the anode from time to another time. محتاجين ان احنا نعمل replacement نستبدله. لان الموضوع ايه؟ بيحصل له shrinking. الكربون انود shrinking because it react with oxygen to form carbon dioxide. ادي الاسئله اللي هي بتكون على electrolysis او بتكون على extraction of iron او aluminium. أو زنك from زنك بلينك. ماشي؟ هل واضح كده؟ أعتقد I think it's يعني easy مش صعبة يعني. طيب أوكي يلا يا أحمد read letter A. ده الأيرون the extraction of iron. تفضل. The temperature inside the blast furnace rise to 2000. Write an equation for the exothermic reaction which causes this high temperature. يلا مين الرياكشن في extraction of iron اللي بيرفع temperature بيخليها 2000؟ اي رياكشن فيهم؟ Reaction
مين فاكر؟ ايوه ال سي او 2 بلس الكربون بلس اكسجين. الكربون بلس اكسجين تو فورم السي او 2. This is exothermic reaction which increase the temperature to be 2000 degrees Celsius. This is the reaction. Okay. Okay. مستر عمو، سؤال هنا. Yes. مش الـ exothermic بيكون دايما بالنيجاتيف؟ الدلتا اتش بالنيجاتيف، انما دي temperature. دي not energy change. Okay. Okay. دي temperature دي not energy change. Energy change هي بتكون بالنيجاتيف. انما 2000 دي هي not energy change. دي temperature. يلا دورك، تفضلي. جيتر بي. Carbon monoxide is formed in the last furnace. This reduces the ore hematite Fe2O3 to iron. Explain how carbon monoxide is formed in the blast furnace. The carbon dioxide reacted with carbon give us carbon monoxide. ممتاز. يبقى carbon هتكتبي كده carbon dioxide react with carbon to form carbon monoxide. Okay, to form carbon A monoxide. One mark. وبعدين تكتب الإيكويشن. Carbon with CO2, it will form 2CO. هذه يا سيدي السكند مارك. ماشي؟ يلا يا علي نمبر 3. الدين يا علي الدين. Yes, Mr. Yes, read the question number 2. Oh, I didn't hear you calling me. Write an equation for the reduction of hematite by carbon monoxide. كتبنا equation فاكرها؟ Fe2O3 ها بلس مين؟ Fe2O3 Fe2O3 plus 3CO. ممتاز. 3CO. خلصت كده المسألة. It gives you 2Fe and 3CO2. Plus 3CO2. طبعا one mark for the equation with second mark for a balance. يعني هنا كاتب 3، هنا حضرتك كاتب 2، هنا كاتب 3، حتاخد الفور مارك بإذن الله. The extraction of iron. مستر عمو، كنت قصدي ايه the reduction of hematite؟ Reduction means remove oxygen. يعني hematite Fe2O3 ده كان ايرون مع اكسجين. فاحنا لما عملنا reaction عملنا extraction للايرون by reduction. يعني ايه reduction؟ يعني شيلنا الاكسجين منه. Removal of oxygen is called reduction. اوكي؟ ده معنى reduction. يلا يا احمد. Explain why it is necessary to add limestone calcium carbonate to the blast furnace included an equation in your expression to remove slag. طيب يبقى to remove slag بس خلي how many mark؟ 3 mark. يبقى you must write in details. تكتب كده اهو بار ثيرمال ديكومبوزيشن. ايه بيحصل؟ الكالسيوم كربونيت فور كالسيوم صايد اند اوكسجين. بعدين يا احمد limestone will react with calcium oxide اللي كونت اهو calcium oxide react with silica to form slag. هذه one mark. اخيرا تكتب equation. ايه هي equation؟ Fe. يا أحمد.
نعم يا دكتور. الإكويجن يا أحمد بتاعة السلاج. سي اي. سي اي مين؟ سي اي او 2. سي اي او. بس مين؟ مين فاكر؟ بلس اس اي او 2. أهو ده رملة دي وفورم سلاج هو سي اي اس اي او 3 ده هو السلاج. دكتور دي لازم نحفظها صح؟ أكيد. ده هو السلاج. تمام يا فندم؟ طيب كم؟ طبعا الزنك ده ليه استخدامات كتيرة. الزنك الزنك ده ليه استخدامات كتيرة. احنا ممكن نعمله as a galvanizing، يعني ندهم بيه الايرون، ندهم بيه الايرون to prevent iron from rusting. اوكي يلا مين على الدور؟ مستر ناو. طب انتوا اكتبوا كل واحد لوحده دلوقتي. كويشن ده نمبر 1 اكتبوا لنا اون ذا تشات بليز. كل واحد لوحده. يلا يا علي الدين، يلا يا ليلى، يلا يا احمد. لا يا احمد ازاي بوزيتيف؟ هو وصوليد دازنت كوندكت، بس لما يبقى في مولتن ستيت ات كوندكت. واي؟ ده سؤال المفروض تعرفه من الالكتروليسيس. ده اول كويستشن المفروض احنا كنا عارفينه. يبقى ايه الوضع هنا هيكون؟ يبقى in solid state there are no free ions، ما فيش free ions. فحضرتك علشان يحصل conduction لازم يكون في free ions to move. To move. ماشي. السؤال الثاني نمبر 2. يلا بعته في الشات. يبقى الكويشن اللي فات ده هنكتب كده in solid state there are no ions to move and conduct electricity. But in molten cryolite when dissolved in molten cryolite, there are free ions. The next question.
يوقفين غير ما حدش بعد. Why is the solution of aluminum oxide in molten electrolyte used? Increase يحمد برضو بجاه يحمد increase melting point. Increase melting point لما تنزل من 2000 to 900 degrees Celsius. ده increase ولا decrease؟ To decrease the melting point يا شباب to decrease. معلش يا دكتور انا ما اعرفش انا دايما لما باجي اكتب بغلط كتير قوي مع اني عارف الاجابه. لا خلي بالك انت كده كتبت معنى ثاني خالص الانسر هتبقى not correct. To decrease the melting point زي ما كتبته كده. طيب اوكي. يلا question number three. مستر انا increase conductivity. ماشي ينفع برضه صح هو two reasons يا ليلى. To increase conductivity and to decrease the melting point from 2000 to 950 degrees Celsius. Question number two, يلا تفضلوا. حلو question number three ونمبر four مع بعض. اكتبوا لي number three is كذا ونمبر four is كذا. ماشي تمام سوفت why carbon need to replace periodically carbon ليه ابي نور مايك اند ريد نمبر 3 وديني انس explain why the carbon anions need to be replaced periodically as it reacts with oxygen so it burns away yes As it reacts with oxygen to form carbon dioxide, so carbon anode يحصلها shrinking. ماشي. أحمد. Question number الباقي. Question number five. One reason why graphite is used for the electrodes is that it is a good conductor of electricity. Give another reason. I don't know. أنا كنت كاتب سوفت بس قلت غلط. ها مين يدينا أنا ذا ريزن؟ إحنا ذكرناه ساعة ما خدنا الثيرمسز. واي جرافايت والبلاتينم بنستخدمهم as electrode. هنا بيسألنا عن الجرافايت. Why we use graphite؟ نون ميتال. طب ويعني إيه نون ميتال؟ هو صح نون ميتال بس وإيه تاني؟ أن Unreactive metal. إن هو unreactive لا هو مش metal هو unreactive بس. Only because graphite is inert electrode or unreactive electrode. هو inert or unreactive. ماشي علي الدين. ماشي يا مستر. Okay. Okay. يلا علي الدين. Letter B. Read the question. Aluminium is used to make food containers because it resists corrosion. Explain why it is not attacked by the acids in food. Mister, because it has a layer of oxide. صح إن في layer of oxide بتحمي الألمنيوم من reaction with the food. فما prevent الألمنيوم إن يعمل reaction with the food. طيب. كمل السؤال ده ادي عليك ايرون
Excipient like carbon monoxide is formed higher in the blast furnace. Okay. Here go number one, number two. Number OB number one. You have to go A, one and two, will be number one best. بس يا ريت تبعتوها في ون مسج عشان بس انا اعمل شيء كويس عليكم طيب نبدا ب ليلى يا ليلى ريد ذا كويستشن نمبر 1 ليلى Minister, I was writing in the chat. Okay, question one. Explain why carbon monoxide is formed higher in the blast furnace. Okay, due to the reaction with the carbon and carbon dioxide. طيب هذا السؤال من أول تيم جري كويس كده 27. عايزين نعرف ليه بيتكون الكربون مونوكسيد بيتكون higher at high temperature. يعني إيه السبب أو إيه reason. Why carbon monoxide is formed higher in the blast furnace. Yeah. أيوة لأنه إيه؟ As carbon reacted with carbon dioxide in higher temperature, so carbon monoxide is formed. Yes, bravo عليك. وبعدين تروح تكتب إيه؟ تكتب الـ equation عشان تاخدي how many mark? Two marks. هنكتب كده. As carbon react with carbon dioxide, at higher temperature to form carbon monoxide. ونكتب equation. يبقى نكتب كده هو. نكتب ان carbon react with carbon dioxide. هو. نكتب كده. Carbon react with carbon dioxide. One mark. نكتب C plus CO2 will form 2C. ادي السكند مارك اوكي يلا يا احمد ريد نيكست كويشن رايت ان اكويشن فور ذا ريدكشن اوف هيماتايت EO3 باي كربون مونوكسيد Fe2O3 بلس 3CO ايكوالز I اي ولا بلس مين هتكتب كده اهو Fe2O3 كلامك صح يا احمد انت كلامك صحيح تكتب Fe2O3 plus 3CO 3CO to form 2Fe 2Fe plus 3CO2 ماشي يلا يا دي لتر بي Limestone decomposes to form two, one of which is calcium oxide. Name the other product. Carbon dioxide? Carbon dioxide.
الكون كربون دايوكسيد شيء معروف يعني food form كربون دايوكسيد هو the second أو next product ناشئ سي كلامك صحيح طيب يا غيرين next question Calcium oxide reacts with silicon, an acidic impurity in the iron ore to form slag. Write an equation for this reaction. And SiO2 plus calcium oxide. Calcium oxide, bravo, to form. CaSiO3. CiO3, basically. تاخذي 2 مارك اذا انت كتبها بالشكل ده اذا كانت بس سمبلز صحيح وكانت بالانس ايكويشن ايتش سايد كوريكت حتبقى عليها 1 مارك يعني السايد ده لو انت كاتبه كوريكت يو ويل جيت 1 مارك اند ذا سايد يو ويل جيت ايه 1 مارك لان في ناس احيانا بتنسى يكتب اس اي او يكتب 2 لا يو ويل نوت جونا مارك هير يو ويل جوز ا مارك ان ذا سايد يو ماست هير يو هاف 3 بالشكل ده ماشي يا فندم يلا احمد read number بعد يا احمد تفضل explain why the molten iron and the molten slag from two layers and why molten iron is the lower layer explain why the molten iron and the molten slag form two layers and why molten iron is the lower layer هم ليه بيكونوا two layers يا احمد ليه تعتقد ليه لأن كل مثلا كل واحد ليه كثافة معين ممتاز صح مين فيهم higher density higher الايرون صح ولا الايرون اي برافو هنكتب ان المولتن ايرون higher density than المولتن slag اوكي اوكي يبقى هنكتب ايه مولتن ايرون لان المولتن iron higher density than molten slag okay يلا يا علي الدين next question IV suggest why the molten iron does not react with air Mr. Because I think there is lag, but it doesn't allow the air, the oxygen, يعني to react with the iron. ممتاز، برافو عليك، صح. السلاج بيحمي الايرون. يبقى هنكتب ايه؟ No oxygen. أو ممكن تكتب لي إن layer of slag prevent the iron from the reaction with oxygen. Layer بتاع السلاج دي بتحمي الايرون to react with oxygen. يبقى نكتب كده هو. Layer of slag prevent iron from reaction with oxygen. Preventing iron in the reaction with oxygen. That is one of the easiest chapter I have. Okay. 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 لا احنا بعدين احنا خلاص كده فلتوا عشان بس تكونوا عارفين احنا ايه فاضل معانا فاضل معانا باذن الله توبيك ايفن ده بياخد 1 سيشن بسيط خالص اسمه اير اند ووتر وتوبيك 12 و13 هياخدوا معانا حصه واحده بس سيشن واحد توبيك 13 ويفضل معانا 14 اللي هو الاورجانيك ممكن ياخد معانا ايه 2 سيشن بس كده احنا خلصنا السيلابس يعني بعدين هنبدا حاجه كلاسيفايد على المنهج كله وامتحانات لحد شهر 5 باذن الله لحد ما هتتعبوا من الحل طيب اوكي هنبدا نحل بي 6 بعد ما نخلص يعني كمان اسبوعين هنحل ايه؟ هنبدا نحل بي 6 بعد ما نخلص بيبر 6 دي بنخليها وقت معين كده لوحدها بسيطه خالص فوق ما تتخيل بيتر 6 دي الناس بتبقى داخلينها وهم ضامنينها يعني باذن الله. في تكنيكس معينه كده هنعلمها لكم ازاي تعملوها في بيتر 6 وهتشوف فيها السهل خالص يعني. ماشي؟ يلا يا احمد عيد لتر سي.
Iron and steel rust. Iron is oxidized to hydrate iron oxide, which is rust. Name the two substances which causes iron to rust. Oxygen and steel. Oxygen and water. Oxygen, we water. تمام؟ هو H2O يا دكتور يعني في H2O في العملية؟ بس أكيد طبعا يا أحمد صح H2O. H2O مش O2. أوكي؟ يلا أهو أنا شايفين أنتم لو هتلاحظوا إنه في أسئلة بيحصل لها إيه؟ بتتكرر تاني. ولذلك دي فايدة إنك تحل الكلاسيفايد. معاكم 2 minutes to solve number 1 and number 2 تبعتوهم في الشات. ماشي سيدي طيب نبدا باحمد يا احمد كده نبدا عايز اكوش حاجه نمبر 1 يا احمد can you hear me دكتور سامعني يا دكتور ايوه سامعك انا كويس يلا بس فين ده اول سؤال تفضل The major ore of aluminium is impure aluminium oxide. What is the name of this ore? PIX حاجة كده. هو بي اي اكس وبعدين مش فاكر. بي اي يو اكس اي تي اي اسمه ايه؟ بي يو اكس اي اي تي B A U X I T E. Book. Book me bauxite. Bauxite. Okay. It's not bauxite. Okay. Yeah, I read the. I read the question number 2. This ore is a mixture of. This ore is a mixture of aluminium oxide, which is amphoteric, and iron 3 oxide, which is basic. Explain how these two oxides can be separated by the addition of aqueous sodium hydroxide. مستر صراحة I'm not sure. أنا عارف إن الأمفوتيريك بيعمل react مع ال البيس والأسيد صح؟ Yes. Okay. وبعدين البيس بيعمل بس react مع الأسيد فممكن مثلاً نعمل رياكت للأمفوتيريك أسيد مع نعمل رياكت للسولوشن للميكستر يعني مع بيس ما هو انت اوريدي انت ضفت بيس اللي هو الصوديوم هيدروكسيد يعني شوف حضرتك عندك ايه حضرتك عندك الالومنيوم اوكسايد والايرون اوكسايد عندك الاثنين دول الومنيوم اوكسايد وايرون اوكسايد ضفت لهم صوديوم هيدروكسيد الصوديوم هيدروكسيد هيعمل رياكشن مع مين مع الالومنيوم اوكسايد ولا مع الايرون اوكسايد مع الالومنيوم اوكسيد يس كان وان فوتيك يبقى هنقول كده اهو هنقول ان الصوديوم هيدروكسيد اللي انا ضفته ده will react with هيعمل رياكشن مع مين مع الالومنيوم اوكسيد اوكي with aluminium oxide as it's amphoteric لانه amphoteric تمام كده هتاخد 1 مارك
amphoteric. طب هل هيعمل react مع iron oxide and sodium hydroxide اللي هو base doesn't react with iron oxide as it basic. لأن iron oxide ده إيه metal oxide. Metal oxide. فمش هيعمل reaction مع الصوديوم هيدروكسيد لان هما الاثنين بيزك. هما الاثنين مين بيزك كده حضرتك هتاخد 1 مارك. يعني لما تضيف الصوديوم هيدروكسيد اللي هو بيزك it will not react with the iron oxide لان الايرون اوكسايد برضه بيزك فمش هيعملوا رياكشن مع بعض. The reaction will be with aluminium oxide بس لانه ده أمفوتيريك يعمل رياكشن مع اي حد. طيب الالومنيوم اوكسايد ديزولف لانه عمل رياكشن مع الصوديوم هيدروكسيد. الايرون اوكسايد دازنت ديزولف ازاي نفصله؟ باي ايه؟ باي مين؟ باي فلتريشن. باي فلتريشن. باي فلتريشن كده السكند مارك. يبقى حضرتك عندك مين ومين؟ انا عندي الومنيوم اوكسايد وايرون اوكسايد. اوكي الومنيوم اوكسايد وايرون اوكسايد ضفت لهم صوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هيدروكسيد هو داخل هيعمل رياكشن مع الالومنيوم اوكسايد بس. مع الالومنيوم اوكسايد بس. طيب ليه ما يعملش رياكشن مع الايرون اوكسايد؟ اقول لحضرتك لان الايرون اوكسايد ديامتر اوكسايد يعني بيزك والصوديوم هيدروكسيد بيزك فمش هينفع يعملوا رياكشن مع بعض. مش هينفع يعملوا رياكشن مع بعض. بعدين الايرون اوكسايد اللي هو doesn't dissolve اللي هو ما دابش انا ممكن افصله اني اعمل ايه filtration. This is what I'm to say about extraction of aluminium. بذكركم بالاخر ان extraction of iron the ore of iron can hematite Fe2O3 ore of aluminium can bauxite يحمد Al2O3 ore of zinc was zinc blend ZnS. Okay. Is it clear? Any question, any comment about what we see today? أي سؤال؟ الحصة كلها واضحة. كل واضح. ليلى. Give me your feedback. علي الدين. Okay. كله واضح. تمام يا شباب. طيب. أشكر. أيوة يا تفضلي. هنا بس كنت متلخبطه مش عارف ازاي اعمل بالانس الايكويشنز. لا البالانس ايكويشن دي هناخدها لوحدها. هناخدها سيشنز كده لوحدها يعني عشان تعرفي تحلي كويشنز كتير قوي. وانا حضرتك كنت كده كاتب ارقام بس حضرتك تقول لي ان دي بالانس ايكويشن ف يعني احفظها كده دلوقتي لغايه ما حضرتك تشرحها. لا شوفي هو بالانس ايكويشن يعني ايه غيره. شوفي بالانس ايكويشن يعني ببساطه شديده لحد ما هي السيشن بتاعها. انت مثلا عندك N2 اوكي بلس H2 تكون NH3 هل دي بالانس؟ حضرتك هنا باديه بN2 بس في البرودكت هنا في N واحده بس. ينفع؟ ما ينفعش. احنا في الرياكتنت H2 في البرودكت H3 ما ينفعش. فعلشان نعمل بالانس نعمل ايه؟ نحط هنا 3 او نحط هنا 2 ونحط هنا 3. اعملي تشيك اهو عندك N2 هنا في البرودكت 2N اهو عندنا 2 نيتروجين. طيب الهيدروجين هنا عندنا 6 هيدروجين لان 3D بنعملها ملتبلاي باي 2 اذا انا عندي 6 هيدروجين. طب في البرودكت اهو عندي 2 هنا وهنا عندي 3 اعملها ملتبلاي يبقى عندي 6 هيدروجين. يعني ال number of atoms in the reactant equal the number of atoms on the product. هنا عندي 2 نيتروجين هنا عندي 2 نيتروجين هنا 6 هيدروجين. Even here, I have 6 hydrogen. ده بشكل عام يعني. Okay.
وضحت كده الايديا؟ هي وضحت، بس هو حضرتك بتشرحها في انهي تشابتر؟ هخليها واحده ان شاء الله، هخليها واحده مع، هناخدها مع يعني مع الكربونيت ومع السلفر باذن الله، سلفر اند كربونيت. اوكي مستر. اوكي اكستراكشن كلير؟ يس كلير. طيب ثانك يو. ايوه احمد انت دكتور صحيح هتنزل درجات الامتحان اخر امتحان؟ هنزلها لكم ان شاء الله، هبعتها لك بسمه وتبعتها لكم باذن الله. ماشي يا شباب، شكرا. ثانك يو فور ليسننج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذكروها وفي اي كويشن ابعثوا لي في اي وقت. يو ار ويلكم. السلام عليكم. مستر